والله حقيقة قبل كان يعني سنة قبل يعني قبل 69، فالحالة كانت صعبة. الشخص يتنقل كله فوق حمير، أما فوق جمل، يجيب أكله فوق جمل. فعندنا مثل المناطق البدو هذي اللي يجوا من بلد الاتحادية سيارة خمسة، على الوقت هذا ما في كان شوي، كان الوقت هذا القيض يعني يقيضون هنا، يعملوا عرش المنطقة هذه كلها، الساحة كلها عرش. فيقيد 3 أو 4 شهور هني ونقل أغراضه وأكله وعيشه وزيده كله وأولاده كله فوق أما جمل أما فوق حمير. من بعد ما يكمل 3 أو 4 شهور هني يرجع مرة ثانية لمثل السل، سل سفال، مناطق يعني الجبلية جبلية. فكمان كله نقل حمير أما جماله. والله حقيقة قبل 69 كان الحياة صعبة. الواحد عنده يمكن ولدين ثلاثة، الأربعة خمسة كل بيت واحد، واللحاف ما شيء، والسكن بيت طين وخوص مال نخل، ويعني ما تقول حاله داخل نخل، الماي مني والوديان مني، والحالة صعبة في السنين السابقة يعني. حالي كل واحد ما شاء الله في فضل الله صاحب الجلالة، وبنك الأسكان فتح لي مجال كله مقل صلح الله صاحب الجلالة السلطان. واحد بين بيت فلة فلتين طابقين، وكل واحد كل ولد في بيت. قبل لا كان ماشي هالنمونة، كان حالة صعبة بشكل من الصعب. أول نفسي أنا مرت معي حالتي صعبة كانت، الحمد لله.